الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا في هذا العدد الخاص المعنون بالإسراء والمعراج، سؤال واستفسارات. أيها الفضلاء، يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا كان قلب نبينا عليه الصلاة والسلام يزداد يقينا وثباتا بسماع قصة نبي دونه، فلأن تمتلئ قلوبنا ثباتا ويقينا بسماع قصة نبينا عليه الصلاة والسلام من باب أولى. لقد عاب الله سبحانه وتعالى على أقوام تنكروا لهذا الرسول فقال: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فهو يدعو الإنسانية إلى معرفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خلاصها في معرفته والاقتداء به. ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم تكمن في معرفة سيرته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام. أيها الفضلاء، رحلة الإسراء والمعراج هي الرحلة التي اخترق فيها النبي صلى الله عليه وسلم الزمان والمكان، وأوصله المولى عز وجل إلى مكان، إلى مقام لم يصل إليه أحد من قبل. أرحب بالضيف الكريم الذي سيرافقني في هذه الأمسية المباركة، فضيلة الأستاذ الدكتور حبيب منسي. أهلا وسهلا بك فضيلة الأستاذ. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. أيها الفضلاء، الأستاذ الدكتور حبيب منسي متخصص في الأدب وتحليل دراسة تحليل الخطاب وعلم النص، درس بالجامعة الجزائرية والجامعة السعودية، جامعة الملك سعود، تخصص ترجمة، كما له العديد من المؤلفات. أرحب بك مرة أخرى فضيلة الأستاذ، كما أرحب بالطلبة والطالبات الحاضرات والحاضرين معي. طلبت كلية العلوم الإنسانية والإسلامية، تخصص إعلام، أهلا وسهلا بكم جميعا. أخص بالذكر الطالبة صفاء صفاء شفاء، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ. كما أرحب بالطالب إيهاب بن حليمة، أهلا وسهلا. بارك الله فيك. شكرا أستاذ. فضيلة الأستاذ الدكتور حبيب منسي، حديثنا عن رحلة الإسراء والمعراج، هذه الرحلة المباركة التي اختص بها المولى عز وجل هذا النبي الكريم، فأوصله إلى سدرة المنتهى، إلى جنة المأوى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. مقدمة لهذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حادثة الإسراء من أعظم الحوادث في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وهي الحادثة التي اخترقت جميع الموازين، موازين العقل وموازين النقل كذلك. ولذلك تجد أن كثيرا من الدارسين لهذه الحادثة ينقسمون إلى قسمين: قسم يجعلها روحا وجسد، وقسم يجعلها روحا بدون جسد. وهم في اختلافهم ذاك إنما يعبرون جميعا عن عظم هذه الحادثة وعن مكانتها في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وعن تعلق المسلمين بهذه الحادثة، لأنها تربط الأرض بالسماء،
فهي إسراء في الأرض ومعراج في السماء. ومن ثم كان الحديث عن هذه الحادثة، عن هذه المعجزة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم، لها مقدماتها الخاصة. وحتى نستطيع أن نفهم هذه الحادثة وأن نضعها في سياقها الخاص وفي سياقها العام وأن نستخلص منها العبر والدروس، يجب أن نعرف الأولويات أو الأوليات التي انطلقت منها هذه الحادثة، فأخذت زخمها ثم تمكنت من استقطاب أنظار المؤرخين وتمكنت من استقطاب الدارسين قديما وحديثا. لأن الحديث عن الإسراء والمعراج اليوم ليس إخبار بقصة، وإنما كذلك محاولة فهم الذي جرى، وكذلك محاولة فهم المقاييس التي جرى بها، لأن هناك رحلة في المكان، ثم هناك رحلة في الزمان، ثم هناك اختراق لجميع القوانين الفيزيائية التي يعرفها الناس. فمن ثم استوجبت هذه الحادثة أن تكون هناك سؤالات وأن تكون هناك استفسارات كذلك. بارك الله فيك فضيلة الأستاذ الدكتور. علماء السيرة يتكلمون عن عام الحزن، العام الذي توفيت فيه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أمنا خديجة رضي الله عنها، وتوفي فيه عمه أبو طالب أيضا الذي كان ينصره، ولم يصل صناديد قريش إلى ما وصلوا إليه إلا بعد موت أبي طالب وخديجة رضي الله عنها، وخاصة فيما يتعلق بصناديد قريش كان يهمهم أبو طالب، يعني لما مات نكلوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصلوا حتى للنبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يعني هذا؟ أولا يجب أن نضع هذه الأحداث ضمن تدبير الله سبحانه وتعالى، وأن مشيئة الله سبحانه وتعالى أرادت أن يكون الأمر كذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل من الغار لم يجد سندا يأوي إليه إلا زوجته العفو، أمنا خديجة رضي الله عنها، هذه المرأة العظيمة التي احتوته واكتنفته وأمدته بالقوة الروحية والقوة المادية والمعنوية، فكانت السند الحقيقي بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أحرج لحظات الدعوة الإسلامية، يعني في بدايتها، والنبي يتحقق من نبوته ومن رسالته، كانت هذه المرأة العظيمة حاضرة بحضورها الأنثوي وبحضورها القوي كمرأة. ثم العم الذي يقف حاجزا منيعا في وجه صناديد قريش، حركة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجودهما كانت حركة فيها نوع من الاقتدار ومن الستر ومن التمكين، إذا أردنا أن نستعمل هذه المصطلحات الحديثة، يعني كان يتحرك وهو مطمئن أن ظهره محمي إذا صح لنا هذا التعبير. ولكن تخيل معي الآن أن هذه الحماية الداخلية في بيته والحماية الخارجية مع عمه تزول دفعة واحدة، سيجد نفسه عريانا مكشوفا أمام صناديد قريش. الشيء الذي كان ينتظره هؤلاء ويتحينونه قد حدث الآن، إذن سينكلون به وبأصحابه. ومن ثم وجدنا أن وتيرة الاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم رموا سل البعير على ظهره وهو يصلي في قرب الكعبة، ووتيرة الاعتداء على أصحابه قد تضاعفت. ومن هنا نبدأ نفهم لماذا الحزن هنا، لماذا ذكر أهل السيرة الحزن؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التفت يمينا والتفت شمالا لا يجد إلا ضعافا قد التحقوا بهذا الدين، ضعافا لا يملكون قوة الردع وقوة الدفع، فلذلك بدأ تفكيره لأن يغير خطته ولأن يفتح آفاق الدعوة وراء أسوار مكة. وهذا التفكير جعله ينتقل إلى أرض أخرى، لعلها يعني يجد في هذا الأرض يجد في هذا المكان من يسمع له. نعم. رحل عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، وأنت تعرف ما يقوله علماء السيرة، يعني كيف واجه
يعني كبار الطائف، كيف أغروا عليه صبيانهم، كيف أغروا عليه سفهاءهم، ما هي الدروس التي نستنبطها من يعني ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف؟ جيد، يجب أن ننظر إلى المسألة بلغة الاستراتيجية الحديثة. نعم. أنت تعلم أن مكة المكرمة هي ذلك المركز التجاري الذي تأسس بعد، وخاصة اشتدت قوته بعد أن هاجمه أبرهة الحبشي، وأن الله سبحانه وتعالى قد تولى جيش أبرهة وهزمه عن طريق ما نعرفه من طيور الأبابيل. نعم. فتعاظمت عند العرب مكانة البيت، صار العرب يتسامعون بأخبار هذا الجيش الذي تولى الله سبحانه وتعالى هزيمته، وأن المعجزة حدثت حينما سلط الله سبحانه وتعالى على هذا الجيش طيورا تحمل في منقارها حجرا، وأن أبرهة هذا الذي جاء يجر خيله وفيلته من اليمن يعود مريضا عليلا إلى أن يموت في الطريق. كانت القبائل العربية قد تسامعت بهذا الخبر وعرفت قدر الكعبة وعرفت مكانتها، وصارت في كل أمرها تعود إلى هذا المركز الذي سيرت منه قريش رحلة الشتاء ورحلة الصيف. أتدري من الذي ضمن هذه الرحلات؟ هي تلك الأخبار التي امتلكتها قريش من خلال حربها مع من خلال حرب الله سبحانه وتعالى مع أبرهة، فكان لها هذا التمكن في الأرض. لذلك لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم إلى دين جديد بادروه بالرفض، لأنهم الآن يستريحون إلى دينهم الذي ضمن معاشهم والذي ضمن لهم رحلة الشتاء ورحلة الصيف. ثم الطائف، لا تنسى أن الطائف كان بجانبها سوق يسمى سوق عكاظ، فسوق عكاظ موجود في الطائف، وهو السوق الذي كانت تنزل فيه قوافل العرب قبل أن تنزل إلى الكعبة، لأن الأرض مرتفعة ثم تنزل هذه القوافل إلى وادي مكة. فكان الطائفيون هؤلاء سادة وأغنياء ولا يريدون للوضع أن يتغير، فكل العرب تأتيهم من شمال الجزيرة ومن جنوبها من اليمن ومن شرقها، فكانوا مطمئنين إلى وضعهم. وحينما قدم إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نظروا إليه على أساس أنه مزعج بالنسبة لما هم فيه من استقرار ورغد عيش ووفرة تجارة، ولذلك استهزأوا به، طاردوه وسلطوا عليه صبيانهم وسفهاؤهم لكي يضربوه بالحجارة. من هنا تجمعت مجموعة المعطيات التي رأيناها في ذلك الدعاء الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل من جبال الطائف لينظر، ليرفع رأسه إلى السماء ويخاطب ربه بهذا الخطاب العجيب الذي هو خطاب الشكوى. نعم، الخطاب الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. وهواني على الناس، لاحظ الكلمات الثلاث: أشكو إليك ضعف قوتي. ضعف القوة لماذا؟ لأنه فقد السند الذي كان يستند إليه، أمنا خديجة والعم الذي كان الحاجز الذي يحول بينه وبين قريش. ثم الكلمة الثانية التي وقلة الحيلة، بمعنى أنه كان يحتاج إلى تدبير الآن، هذا التدبير الذي بواسطته يستطيع أن يجد حماية تمكنه من الاستمرار في الدعوة، لأن همه الوحيد هو أن يستمر في الدعوة، وأن استمراره في الدعوة لن يستطيع أن يؤديه بشكل جيد بشكل متقن إلا إذا كان يأوي إلى ركن من الأركان. فظن أن الطائفة ممكن أن تعطيه هذا الأمان، ولكن مع الأسف الشديد أن الطائفة أخلف الظن، وأنه عاد أدراجه، وأنه قال هذا الدعاء المحمل بالألم ومحمل بالحزن: وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي. أنت رب المستضعفين، بمعنى ما بقي معي، هم جماعة من ضعفاء من المسلمين الذين التحقوا بالدين، هم ضعفاء قريش، هم بعض عبيد وبعض
عرب ولكن لم تكن لهم تلك القوة التي كانت، فلذلك كان يقول انصر، اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين، يريد أن يكون في صفوف في صفه أحد يستطيع أن يدافع قريشا وأن يردها وأن يرد البأس عن هؤلاء، فلذلك قال أنت رب المستضعفين أنت ربي. نعم. إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني، هنا نجد إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك الوجوه التي قابلته في الطائف، وهي وجوه متجهمة، ونحن نقول في اللغة العربية أن الوجه المتجهم هو الذي يحمل علامات الغضب، علامات الاستخفاف، علامات الكبر، علامات الاحتقار، كل هذه العلامات تدخل في التجهم، بمعنى الوجه المكفهر، الوجه المنقبض. فتخيل الآن أنهم أن سادة الطائف يستقبلونه بهذا الوجه، فكيف كان يكون حال العبيد وحال السفهاء من عامة الناس؟ أي أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. العدو هنا يشير إلى صناديد قريش، ملكته أمري يعني أصبح الآن في إمكانهم أن يفعلوا ما يشاءون بي وبأصحابي ما دام السند الذي كان يقيني قد غاب، فعبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى التمليك، أن الآن تستطيع أيديهم أن تمتد إليه ولا رادع يردع ولا راد يرد. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. جيد، هنا الشيء المهم في هذا الاعتذار وهذه الشكوى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخيل أو يظن أن كلما هذه الأحداث التي حدثت وكأنه قد قصر في حق الله، وأن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بهذا الذي يحدث الآن نظرا إلى تقصيره في مهمته، فلذلك قال إن لم يكن عليك غضب علي غضب فلا أبالي، لا أبالي بما يحدث لي من تعب من شقاوة من ابتلاء، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة. تلاحظ أن من جميل أداب الأنبياء مع الله سبحانه وتعالى أنهم لا يتعرضون للبلوى ولا يطلبون الابتلاء، فلذلك يطلب قال وعافيتك أوسع لي، يعني حتى وهو يظن أن هناك ابتلاء ما من الله سبحانه وتعالى إلا أنه يستنجد بالعافية لأنه يريد أن يكون في عافية الله سبحانه وتعالى. وهنا حينما نقرأ، أنا دائما حينما نقرأ مسألة الإسراء والمعراج أقول أن تحكيم العقل في هذه المسألة عادة ما يضلل الناس، لأنك لن تستطيع أن تفهم أحداثها وأنت تستعمل عقلك وأن تربط الأسباب بالمقدمات. هذه الحادثة تخرج عن المقدمات. صحيح نحن الآن نلتمس إليها أسبابا ونحاول أن نجعل لها مقدمات لنقول بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرم نبيه وأن يسليه فرفعه إليه، ولكن الله سبحانه وتعالى في تدبيره وفي حكمته يجعل نبيه في هذا الموقف الذي نظن أنه موقف ضعف، ولكن سريعا ما ينقلب هذا الموقف إلى موقف قوة. بارك الله فيك فضيلة الأستاذ، دعاء يعني طويل، نختصر، أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو أن ينزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم، النبي يمتدح الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم أن هذا الدين أنه نور في الأرض، نور الله سبحانه وتعالى في الأرض، وأن الأتباع هذا الدين سينالون من هذا النور ومن رحمة الله سبحانه وتعالى القدر الذي يجعلهم سعداء في الأرض سعداء في الآخرة. المشكلة الآن لك العتبة، بمعنى أنني أعتب عليك، يعني أقدم ليس عتابه لله سبحانه وتعالى، لأن أعتب الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه أنجز في نفسه ما يرد عتاب الله سبحانه وتعالى، هكذا نفهم المسألة، أنه أنجز في نفسه وفي نيته ما يجعل هذا الإنجاز رادا لعتاب الله سبحانه وتعالى، ومن ثم سيسهل علينا فهم بقية الأحداث التي جاءت في الإسراء وفي المعراج. بارك الله فيك فضيلة الأستاذ الدكتور حبيب منسي. تحضر معنا طالبة صفا شفاء، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ.
الأستاذ يكلمنا يحدثنا عن حادثة الإسراء والمعراج. إذا عندك سؤال متعلق بهذه الحادثة على الشيخ يزيدنا مما فتح الله سبحانه وتعالى عليه، فتفضلي. بارك الله فيك أستاذ. بداية بوركت أستاذي الكريم، جزاك الله خيرا على علم تنفعنا به. كان الإسراء والمعراج رفعا وتكريما لرسولنا الكريم، فأي تكريم حازه في هذه الرحلة يذكرنا به عليه أفضل الصلاة والسلام. جميل. قلت في منذ في البداية نحن لم نبدأ بعد في رحلة الإسراء والمعراج، كل هذه كانت مقدمات تجدينها في كتب السيرة وفي كتب التاريخ. حاول المؤرخون وحاول كتاب السيرة أن يجدوا تبريرا لهذه الحادثة، وحسنا فعلوا، لأن الأشياء التي قدموها والأخبار التي ساقوها في هذا المجال جعلتنا نفهم ما الذي حدث مباشرة بعد حادثة الطائف. فبعد حادثة الطائف نزل جبريل عليه السلام وميكائيل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعه ملك ثالث، وأخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشقوا صدره وأخرجوا قلبه وغسلوا القلب الشريف بماء زمزم وأخرجوا منه الغل، ثم أعادوا الكل وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما. حينما ننظر إلى هذه الحادثة ونتساءل لماذا جاءت في هذا الظرف، ولماذا نزعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يسمى الغل، ولماذا ملأوا القلب الشريف بالحكمة والإيمان، وكأننا أمام نوع من الإعداد الرباني لهذا الشخص اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتحمل هذه الرحلة العجيبة التي تبدأ بإسراء في المكان وتبدأ بمعراج في السماء. إذن الذي ناله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإسراء أولا هو هذا التطهير الداخلي الذي خرج الغل من قلبه، فلم يعد هناك حظ للغل في هذا القلب. الشيء الثاني كذلك مثل ما قال المؤرخون وأصحاب السيرة أن الجنة لا يدخلها شخص وفي قلبه غل، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه إخوانا ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرور متقابلين، بمعنى أن الشيء الذي يحدث للذين يدخلون الجنة إن شاء الله يوم القيامة أن أول عملية تقام إلى عليهم أن الله سبحانه وتعالى ينزع حظ الشيطان من قلوبهم، فيكونوا بهذا النزع صالحين لأن يكونوا من أهل الجنة. هذا تحول يحدث في جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. التحول الثاني كذلك الذي يحدث أن هذا القلب الطاهر قد حشي، قد ملئ إيمانا. فنتساءل، هل كان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فارغا قبل هذه الحادثة من الإيمان؟ لذلك نقول أن الإيمان الذي أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة إيمان يجعله قادرا أن يستوعب الأشياء التي سيراها في ملك الله سبحانه وتعالى حينما يتجاوز السماوات السبع وصولا إلى سدرة المنتهى وصولا إلى العرش، بمعنى أنه سيكون في حاجة إلى هذه الطاقة الإيمانية التي تمكنه أن يستوعب ما ستراه عيناه، لأن ما ستراه عيناه الشريفتين في هذه الرحلة شيء عجيب جدا لم يره بشر قبله ولا جن. الشيء الثاني كذلك الحكمة، بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل على رؤية أشياء، وأن هذه الأشياء حينما يراها سيعرف كيف يتصرف معها حينما يعود مرة ثانية إلى أهله، إلى عشيرته، إلى المؤمنين، لكي يحدثهم بما رأى، ولكي يجعل حديثه بما يرى مقبولا على الأقل عند هؤلاء الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى من أتباعه المسلمين. هذه الحادثة، هذا الأمر، الله سبحانه وتعالى جعله فتنة للذين لا يؤمنون، سواء كان في الزمن القديم أو في زماننا الحاضر، لأن كثيرا من الناس يتشككون في هذه المسألة. لماذا؟ لأنهم لم يفهموا هذا الإعداد، ولم يفهموا أن ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه في هذه العملية الارتقائية إنما بدأ من هنا، من هذا التغيير الذي حدث
بعد حادثة الطائف. بارك الله فيك فضيلة الأستاذ. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لماذا المسجد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليس إلى مكان آخر؟ أولا المسجد الأقصى قبلة، كانت قبلة قبل الإسلام ثم في الإسلام ثم مسجدا. الرحلة التي بدأت من البيت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مرت على محطات كما يقول المؤرخون. نعم. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة كان ينزل بهذه المحطات، وكأنه كان يطبع المكان، أو على الأقل كان يأخذ من المكان طاقته، أو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يريه في المكان آيات مرت في التاريخ الذي قبله، أو آيات آتية في المستقبل بالنسبة له. كانت أول المحطات المدينة طيبة، يثرب، فأنزله جبريل في يثرب وصلى ركعتين، ثم قال له: أتعرف هذا المكان؟ إنها طيبة، إنها مهاجرك، بمعنى أنها المكان الذي ستهاجر إليه. ثم انطلق به إلى جبل سيناء وأنزله في سيناء، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في جبل سيناء، وقال له: إن هذا المكان هو الذي كلم فيه الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه السلام. ثم أوصله إلى بيت لحم، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزله وصلى ركعتين، ثم قال له: أن هذا المكان هو المكان الذي ولد فيه عيسى عليه السلام. ثم أوصله إلى بيت المقدس، فربط جبريل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم البراق في الحلقة التي كان يربط فيها الأنبياء، ثم أدخله جبريل المسجد، فإذا به يجد جميع الأنبياء ينتظرونه. إذن هذه المحطات لها رمزية خاصة في الإسراء، بحيث وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع خطوات الأنبياء، وكأن الله سبحانه وتعالى يريده في كل خطوة، في كل موقع ينزل فيه، يصلي فيه ركعتين، لأن الصلاة كانت لم تفرض بعد، إنما فرضت في المعراج. نعم. وإنما كان توقيت وتوقيع الرحلة بالركعتين له دلالته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وكذلك له دلالته عند الذين يقرؤون هذا التاريخ بأن الأمر متعلق بهذه الصلاة، ولذلك كان جبريل ينزله كل مرة ليصلي ركعتين. ثم جمع الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام له رمزية أخرى، لأن كل الأنبياء كانوا يصلون لله سبحانه وتعالى، ثم يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم ركعتين. هنا نعود إلى هذه النقطة إن شاء الله بعد سؤالي الطالب إيهاب بن حليمة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا الله فيك أستاذ. الشيخ يحدثنا عن الإسراء والمعراج، وأنت طالب في الجامعة، لا شك أنك سمعت بهذه المعجزة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام. لك أن تسأل الشيخ ليزيدنا من درره. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام. بداية أود أن أشكرك أستاذ على هذه الاستضافة الطيبة في هذه الجلسة الطيبة مع هذا الأستاذ الفاضل. أهلا وسهلا. الذي ينير عقولنا وينقص جهلا، فجزاكم الله خير الجزاء. سؤالي أستاذ، بعض المثقفين وإن صح تسميتهم بذلك يشككون في حادثة الإسراء والمعراج، وغايتهم ليست فقط التشكيك بل غرس هذا التشكيك في عقول الناس عامة والمسلمين خاصة، فلماذا؟ نعم، كثير من المثقفين الآن يصعب عليهم استنادا إلى الرؤية التي يحملونها وإلى المعارف التي تعلموها، خاصة فيما يتعلق بالمكان والزمان والرحلة، يصعب عليهم استيعاب مسألة الإسراء والمعراج، لأنهم يريدون أن يحكموا مفاهيمهم عقولهم في هذه القضية. والسبب في ذلك
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تحدث حينما حدثنا عن المعراج حدثنا عن شكل الكون كما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم عينه، ولكن حينما نقرأ في كتب الفلك يحدثون عن كون آخر، عن كون، عن سماء وعن نجوم وعن مسافات ضوئية هائلة جدا بين المجرات. لكن حينما نقرأ في قصة المعراج سنجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل إلى السماء الأولى، السماء الدنيا، ويجد أن للسماء الأخرى، للسماء الثانية، بابا يطرقه، وتحدث محاورة بينه وبين جبريل وبين حراس الباب، ثم يفتح الباب ويلج رسول الله صلى الله عليه وسلم السماء الأولى. ولنا في القرآن الكريم أن السماء الوحيدة المضاءة هي السماء الدنيا. الله سبحانه وتعالى يقول وزينا السماء الدنيا بمصابيح، بمعنى أن السماء التي فيها النجوم وفيها الكواكب هي السماء الدنيا، أما السماوات الأخرى فهي سماوات ليس فيها هذا التزيين، لأن الذين يسكنون هذه السماوات هي ملائكة، والملائكة نورانية لا تحتاج إلى هذا النور. ثم أن هناك سبع سماوات طباقا فوق بعضهم البعض، لكل سماء جلدها ولكل سماء أبوابها، وكان يتم الطرق وفتح الباب، ثم يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، إلى أن وصل إلى السماء السابعة، إلى أن توقف جبريل عند السماء السابعة. لكن دعني أقول الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صلى بالأنبياء في بيت المقدس، الله سبحانه وتعالى جعل له هيئة استقبال في كل سماء يصل إليها، ففي كل سماء وجد نبيا أو نبيين، إلى أن وصل إلى السماء السابعة، وكان يتحادث مع ذلك النبي، كان يسأله ويجيب ثم يواصل رحلته. هذه الصورة التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكون لا توجد في كتب علم الفلك، فعلم الفلك يقدم صورة مختلفة للكون، للكواكب وللنجوم، ولذلك يصعب عليهم أن يقبلوا هذه الصورة، ويقبلوا أن هناك نظاما طباقا لهذه للسماوات. هناك مشكلة حينما ننظر في تاريخ الكون القديم، سنجد أننا أمام نظامين اثنين. كان هناك نظام سائد تقريبا من العهد اليوناني حتى لكوبرنيكس، يسمى لو سيستيم دو بطوليمي، لو سيستيم دو بطوليمي، وهو نظام كان قد وضعه بطليموس للكون، جعل في مركزه الأرض، وجعل السماوات عبارة عن مدارات فوق بعضها البعض، ورسمها سبع سماوات، وبين كل سماء وسماء جلد، ثم جعل الماء فوق السماوات السبع، وهي تقريبا الصورة التي نجدها للكون في التوراة، في الإنجيل، وفي القرآن الكريم، وهي صورة أوحى بها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه، وأثبتها الأنبياء في أحاديثهم لأقوامهم. ولكن حينما جاء العلم قصر السماوات على سماء واحدة، وجعل المسافات بين النجوم مسافات ضوئية مثل ما يتحدثون. فلذلك حينما نحدثهم عن اختراق لهذه السماوات يصعب عليهم تقدير ذلك، ويصعب عليهم قبول ذلك. الشيء الثاني كذلك أن المسيحية كانت تعتقد أن الله سبحانه وتعالى حينما أرسل ابنه بين قوسين، لأن المسيحية تعتقد أن عيسى ابن الله، أرسله إلى مركز الكون. لكن حينما جاء كوبرنيكس قال أن مركز الكون ليس الأرض، وإنما الأرض هي مجرد ذرة تافهة في هذا الكون، وأنها هي التي بدل أن تدور حولها الكواكب إنما هي التي تدور حول الكواكب، حول الشمس، وهكذا. فلذلك حاربت الكنيسة كوبرنيكوس، وجعلت من مقولته كفرا، ودفعته إلى أن يتراجع عن فكرته، وفعلا قد تراجع عن فكرته، ولكن استمر العقلانيون في وراء هذه الفكرة، وهم الذين وسعوها ووصلوا بها إلى هذه الآفاق. إذن نحن الآن أمام نظامين للكون، نظام بطوليمي القديم، ثم النظام الذي وضعته الحداثة العلمية العقلانية الحديثة، وهذا النظام
شكك في النظام الأول وأبطله. ولذلك تجد كثير من المثقفين الحداثيين اليوم حينما يتحدثون تحدثهم مثلا عن جريان الشمس والقمر لا يقبلون بذلك، رغم أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم والشمس والقمر بحسبان والنجم كل في فلك يسبحون. لا الشمس يبلغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، بمعنى أن هناك حركة واقعة في الشمس وواقعة في القمر وليست واقعة في الأرض. إذن هناك نظرة مختلفة. الأمر الثاني كذلك الذي ممكن أن نؤسس عليه هذا الفهم أن المعراج ارتبط بفرض الصلاة. نعم، وقد ذكرت لك منذ البداية أن المحطات التي نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت توقعها الصلاة. نعم، والذين يريدون إبطال المعراج والتشكيك فيه والقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرج إلى السماء بجسده وإنما كان في المنام يريدون إبطال الصلاة، لأنه إذا بطلت القصة بطلت محمولاتها جميعا. بارك الله فيك على هذا الجواب وعلى هذا يعني الإقناع إذا صح التعبير. عندنا أسئلة أخرى إن شاء الله بعد فاصل قصير نتكلم فيها عن الصلاة وعن ردود أخرى إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مشاهداتنا الكريمات، فاصل قصير ونعود إلى هذا النقاش بحول الله تعالى في القول. مشاهدينا الكرام، مشاهداتنا الكريمات، أهلا وسهلا بكم جميعا معنا في هذا اللقاء الشيق مع أستاذي مع أستاذنا الأستاذ الدكتور حبيب منسي الذي كان يحدثنا قبل قليل عن الذين شككوا في حادثة الإسراء والمعراج. قبل أن أعود إليه أرحب بالطلبة والطالبات الذين التحقوا معي هذه اللحظة، أهلا وسهلا بكم. أخص بالذكر منهم طرشاوي فاطمة، أهلا وسهلا. أهلا أستاذي. كما أرحب بالطالب حلوط محمد أمين، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. فضيلة الأستاذ، كنت تتحدث عن الذين شككوا في حادثة الإسراء والمعراج وقلت أن هؤلاء يعني يريدون من خلال هذا التشكيك أن يشككوا حتى في الصلاة. نعم، لأن الصلاة فرضت في السماء السابعة أو فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى عند العرش، بحسب الروايات المتوفرة لدينا أن الله سبحانه وتعالى فرض على نبيه الصلاة، وأن الأخبار المتواترة التي وصلتنا أنه قد حدث بينه وبين سيدنا موسى نوعا من المراجعة حتى صارت الخمسين خمس صلوات، ولكن الأجر بقي هو أجر الخمسين في الخمس صلوات. لكن المشككين ليس أمرهم هذا، وإنما يريدون أن يزيلوا الإطار الذي فيه فرضت الصلاة، فإذا وصلوا إلى إقلاع الناس أن هذه الرحلة يتعذر عليها فيزيائيا أن تحدث، ويتعذر على الكون أن يكون بالصفة التي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا سيطيحون بكل البناء، وحينما يطيحون بالبناء بشكله الكامل سيطيحون ضمنيا بمسألة الصلاة. هناك كاتب ألماني يسمى أرتور كسلار. أرتور كسلار هذا هو صحفي ألماني ومهتم بالجانب العلمي، ترك لنا كتابا من أعظم الكتب التي كتبها في حياته يسمى للسومنومبول. كلمة سومنومبول باللغة الفرنسية تعني المروبسون في اللغة العربية. المروبس هو ذلك الذي إذا نام قام من نومه وهو نائم يمشي في البيت ثم يعود مرة ثانية إلى فراشه، وإذا سئل بأنه هل شعرت بشيء يقول لك لم أشعر بشيء، ولكنه قام من مكانه وتجول في البيت وربما شرب ماء أو فعل فعلا ثم يعود إلى مكانه. هذه الصفة يلصقها بعلماء الفلك، ويقول أن علماء الفلك الغربيين في بحثهم في هذا الكون يسيرون على غير هدى. مثلهم مثل المروبس الذي يقوم من مكانه ويتلمس طريقه في الظلام ثم يعود مرة ثانية إلى مكانه، لأن ليس هناك دليل قطعي يثبت ما ذهبت إليه كثير من النظريات، لأنها مجرد نظريات ومجرد
أفكار بطبيعة الحال يحاولون الآن من خلال المناظير هابل ومن خلال التلسكوبات الكبيرة من خلال إرسال بعض الليسوند ما يسمى بالليسوند إلى بعض أطراف الكون حتى يلتقطون ويجمعون بعض المادة التي من خلالها يعيدون بناء الكون. إذن هذا التباين بين ما يقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج وما تقدمه المعرفة العلمية بين قوسين في اكتشافها للكون هو الذي أحدث هذا الاضطراب في عقول كثير من المفكرين الذين صعب عليهم كيف يستطيع الإنسان أن يرتفع في السماوات من غير جهاز تنفس. نحن نرى مثلا أن الذين أن رواد الفضاء حينما يصعدون فقط إلى الفضاء القريب يعني يخرجون عن الغلاف الجوي فهم في حاجة إلى لباس خاص يقيهم الإشعاعات الخارجية ثم يوفر لهم كمية الأكسجين التي يتنفسونها وأمرهم محدود بتوقيت ضيق فهم لا يستطيعون في خرجاتهم خارج الكبسولات هذه أن تكون تلك الخرجات لدقائق معدودات فكيف يتسنى لنبي أن يعرج به ملك وأن يخترق به السماوات السبع دون أجهزة تنفس ودون وسائل نقل وتشكك حتى في البراق كيف يتسنى لدابة هي بين الحمار والبغل أن يكون لها من هذه السرعات الكبيرة بحيث أنها تستطيع أن تخترق هذه المسافات التي تقدر في زعمهم بالسنوات الضوئية. وربك إذا أراد خرق الأسباب. خرق الأسباب نعم. بارك الله فيك. معنا طالبة نعم. أستاذ الكريم طالبة فاطمة فاطمة الزهراء الطرشاوي. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذي والله أنت من حللت أهلا ووطئت سهلا على قلوبنا. أهلا وسهلا ربي يحفظك. الأستاذ يحدثنا عن حادثة الإسراء والمعراج يحدثنا عن المشككين في هذه الحادثة ويرد عليهم يعني بما فتح الله عليه سبحانه وتعالى من علم. إذا عندك سؤال وكان قد حدثنا قبل قليل عن الصلاة وأن هؤلاء يريدون بهذا التشكيك أن يقولوا أن فريضة الصلاة غير موجودة والصلاة عماد الدين كما يعرف الجميع. تفضلي بالسؤال. أولا شكرا على هذه الاستضافة الجميلة. أهلا وسهلا. لأنه أستاذي والله أبدعت في تعطير مسامعنا بكلامك الجميل. أستاذي الفاضل كأن في الصلاة التي نصليها وفي كل وقت نصليه معراجا في كل أوقات الصلاة نعم. ليصعد بذلك المؤمن أو المسلم إلى ملكات الله عز وجل فما قولك بذلك؟ رمزية الصلاة من خلال المعراج هي رمزية يمكن أن نتمثلها من خلال المحراب فكلما اقتربنا من المحراب اقتربنا من ذلك المكان القدسي ذلك المكان الذي يستطيع الإنسان وهو ساجد وقد وضع رأسه أرضا أن يرتفع بروحه أن يسمو بروحه كذلك بجسده ولكن في هذه الحالة يسمو بهذه الروح إلى أن يصل إلى عليائها إلى العلياء التي فرضت فيها الصلاة بمعنى أنك وأنت ساجد فقلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى وأنت ساجد أنت تسبح في ملكوت الله سبحانه وتعالى فالصلاة التي فرضت في أعلى عليين هي عين الصلاة التي يؤديها الإنسان المسلم وهو ساجد في مسجده إذن هناك ترابط بين الأرض والسماء من خلال هذا الفعل حينما يستشعر الإنسان هذا الترابط في صلاته سترتقي روحه وترتقي عواطفه ومشاعره في مدارج إلى أن يصل إلى ذلك إلى تلك الروحانيات التي استشعرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقف إزاء العرش وهو يطل على ملكوت الله سبحانه وتعالى وهو يدخل مع جبريل عليه السلام إلى الجنة وهو يطله جبريل على النار كل تلك المشاهد التي عاد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحلته نحن نستشعرها ونحن نصلي لأننا نريد أن ندخل الجنة نريد أن نبتعد عن النار نريد أن تصفو أنفسنا وأن ترق وأن تشف حتى أن تبلغ هذه الدرجة من الصفاء ومن الصعود. بارك الله فيك. وصلاة الإمام الشعراوي رحمه الله يقول هي الركن
يعني الصلاة هي الركن الذي اجتمعت فيه كل الأركان. كل الأركان، نعم نعم. ففي الصلاة حج، ففي الصلاة صيام، ففي الصلاة زكاة، ففي الله سبحانه وتعالى جمع فيها كل هذه الفضائل. نعم. ولذلك كانت أول شيء يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن حسنت حسن عمله وإن أساءها أساء عمله. بعد سدرة المنتهى نقرأ في السيرة أن جبريل عليه الصلاة عليه السلام وصل إلى مكان وتوقف فيه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن تقدمت اخترت، وإن تقدمت احترقت. ماذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تجاوز هذا المكان؟ في كتب السيرة أنه لما وصل إلى هذا الحد في سدرة المنتهى تقول الكتب أنه استلمه ملك من جبريل عليه السلام، بمعنى أن جبريل سلم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك. ولذلك قلت لكم في البداية أنني حينما أقف على حادثة شق الصدر أقف على حقيقة يجب أن نقرأها لا بعين الخبر التاريخي فقط، وإنما يجب أن نقرأها بخبر العين العلمية التي تنظر إلى أن هناك تحولا حدث في رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فها هو الملك جبريل عليه السلام على قدره ومقامه عند الله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ترويه كتب السيرة، يقول له: يا محمد تقدم، أما أنت إذا تقدمت اخترقت، أما أنا إذا تقدمت احترقت. فهو يعلم أنه بتكوينه النوراني وبما أعطاه له الله سبحانه وتعالى من قوامة إلا أنه لا يستطيع أن يجتاز ذلك الحاجز. ولكن نبينا الكريم بما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من ذلك التحول من الشق ونزع مسألة الغل من القلب وحشو القلب بالإيمان والحكمة، كل هذه الأشياء التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي مكنته إلى أن يقف إزاء العرش وأن يخاطبه العرش بالتحية. فالله سبحانه وتعالى جعل العرش يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليه في تلك اللحظة بكلمته: الطيبات والصلوات لله. ومن ثم أنت ترى أن الله سبحانه وتعالى جعلها في تشهدنا، أننا نقول التحية لله والصلوات والطيبات لله، هي نفس الكلام الذي نطق به العرش وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم وعو وعاه، وهو الذي جعله كذلك في الصلاة. وكأن هناك شيء، انتبه، هناك قطعة من العرش نزلت مع الصلاة. الله، هناك شيء من هذا السر من ذلك القول نحن نردده في كل تشهد، وكأننا بهذا التشهد فينا مشاركة، أو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون لنا حظ من هذه المشاركة، ونحن نتشهد في أواخر صلاتنا وقد أنهينا رحلة الصلاة كما أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلة المعراج. لا فضل فوق، بارك الله فيك فضيلة الأستاذ. معنا الطالب محمد أمين حلوط، أهلا وسهلا. أهلا محمد. وسهلا. الشيخ يحدثنا عن الصلاة، يحدثنا عن الإسراء والمعراج، يحدثنا عن هذه الأسرار. إذا عندك سؤال أتفضل. أولا أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام، السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وكما نعلم جميعا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وبعدها عرج به إلى السماء، وبين الإسراء والمعراج صلى بإخوته في بيت المقدس الأنبياء. سؤالي هو فضيلة الشيخ: كيف نفسر وجود بعض الأنبياء في السماوات السبع أثناء معراج النبي صلى الله عليه وسلم في السماء؟ جيد، الله سبحانه وتعالى يريد أن يؤنس نبيه في هذه الرحلة، فقد جمع الأنبياء في بيت المقدس وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدموه للصلاة. بمعنى هذا التقديم فيه رمزية كذلك بأن هذا الدين هو الدين الخاتم، هو الدين الذي يجمع كل ما قدمه الأنبياء من قبله، هو الدين واحد عند الله سبحانه وتعالى. ولكن كل نبي قدم لقومه
صورة من صور هذا الدين، ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليكون صاحب الرسالة الخاتمة. ومعنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع في دينه، في الصورة التي يقدمها لدين الله سبحانه وتعالى، ما قدمه الأنبياء كلهم مع أقوامهم. ثم أن هناك عبرة أخرى في هذا التقديم، لأنك يوم القيامة سترى الناس يتجهون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة، فيردهم آدم ويردهم نوح ويردهم إبراهيم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتقدم إلى الله سبحانه وتعالى ويحمد الله ويثني عليه، ثم يطلب منه الشفاعة فيأذن له الله سبحانه وتعالى في هذه الشفاعة. الأمور مرتبطة مع بعضها البعض. حينما ننظر إلى هذه الرمزيات نستطيع أن نفهم كيف قدم الله سبحانه وتعالى رسول نبينا في بيت المقدس، وكيف يقدمه يوم القيامة حينما تحل الشفاعة. الشيء الثاني كذلك أن الرحلة لا بد لها من الاستئناس، فنبي يدخل السماء الأولى والثانية والثالثة ويجدها فارغة. نظن أن وجود الأنبياء في هذه السماوات ضرب من الاستئناس للرسول صلى الله عليه وسلم، بأن الأنبياء موجودين وكأنهم في كل سماء يستقبلونه، في كل سماء يرافقونه، إلى أن يأتي إلى آخر سماء وهي السماء السابعة، يجد سيدنا إبراهيم في هذه الدرجة الأخيرة بعدها، وهو أبو الأنبياء. بعد ذلك سدرة المنتهى، بعد ذلك العرش. إذن هذه الرحلة حينما تقرأها بهذا المنطق، أنت تقرأ رمزيات أراد الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الحادثة أن يقدمها لنا، حتى نستشعر مكانة هذا النبي عند الله سبحانه وتعالى، مكانة هذا النبي بين إخوته الأنبياء، مكانة هذا النبي في هذا الكون الذي كان يستقبل هذا النبي في كل مرحلة من مراحل الحياة. لأنك قرأت آية وقلت لنريه من آياتنا، ثم آياتنا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء لم يذكرها في صف المعراج، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ربما ما نحن قادرون على استيعابه أو على الإيمان به، أما الأشياء الأخرى التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله أعلم بها. بارك الله فيك فضيلة الأستاذ دكتور حبيب منسي. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه، نعم، بعد هذه الرحلة المباركة، الرحلة الأرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم الرحلة السماوية من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى. ماذا وقع؟ رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعرفة، محملا بمعرفة غيبية تامة، فقد أخبرنا عن الجنة، نعم، ونعيمها، وأخبرنا عن النار وعذابها، وأخبرنا عن عذاب القبر، هذا الجزء الذي يحاول بعض المتشككين نفيه. لماذا؟ لأن عقولهم حينما ينظرون إلى الميت يوضع في القبر فيتحول إلى رميم، فيتساءلون كيف لهذه العظام أن تشعر بالعذاب في القبر وقد رفعت الأرواح إلى بارئها. إذن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن عذابات القبر في رحلة الإسراء وفي رحلة المعراج. إذن وكأن الله سبحانه وتعالى حينما حمل نبيه هذه المعرفة أراد أن يقول لهذا الإنسان أنه إذا حكم عقله في المسائل الغيبية فإنه سيخسر، وأنه لن يستطيع أن يصل إلى معرفة كيف يتصرف الله سبحانه وتعالى في ملكه. فما تراه عيناه من موت وفناء وعظام ورمم هذا أمر حادث في دنياه، لكن ما يحدث في ملكوت الله سبحانه وتعالى في قدرته هذا أمر غيبي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عاد إلينا بعشرات المشاهد وعشرات الصور، ربما تبعث في نفس المؤمن مقدارا كبيرا من الخوف والوجل. لماذا؟ لأنها واقعة كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا حقا عدلا. علماء السيرة يتحدثون عن ذلك الابتلاء، نعم، وذلك التمحيص الذي وقع. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصدق الخبر مباشرة، نعم، وفيه من يتلكل من اهتز يعني لهذا الخبر،
وهؤلاء هم الذين سيخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وهم الذين سيبنون الدولة فيما بعد، لأن الدول لا تبنى بالأيدي المهزوزة. جميل هذا الكلام. لاحظ أن أنا أعتبر أن حادثة الإسراء والمعراج ستظل ابتلاء لكل المؤمنين عبر العصور، وستجد أن في كل عصر متساقطون. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يستخدموا قدرات العقل البشري في فهم قضايا غيبية تتجاوز طاقتهم. لاحظ أبو بكر الصديق، الله سبحانه وتعالى يقدمنا لنا من خلال هذا الصحابي الجليل ما يجب أن يكون فينا. فحينما جاءوه وقالوا له أن صاحبك يقول كذا وكذا وكذا، قال أبو بكر الصديق كلمة عجيبة، قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: إذن صدق. لم يبحث في الكيفيات ولا في الأسباب ولا في هل تكفي رحلة ليلة واحدة لهذه الرحلة العجائبية، لأن الذين يتشككون اليوم أصحاب الفيزياء يقولون: كيف يتسنى لهذا الرجل أن يقطع كل هذه المسافات في ليلة واحدة؟ والغريب في الأمر أن في حديث الإسراء والمعراج أن رسول الله عاد إلى فراشه والفراش لا يزال دافئا، كيف استطاع أن ينظر إلى أن يقطع السماوات السبع، وأن أن يصلي بالأنبياء، وأن يتحدث إلى الأنبياء في السماوات، وأن يصل إلى العرش، وأن يرى كل هذه المشاهد، ويعود إلى فراشه ولا يزال فراشه دافئا؟ فلما استعظموا هذه المسألة قالوا بأن هذا الخبر خبر غير صحيح وخبر ساقط. ولكن فاتهم أنهم يتعاملون مع رب، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبطل القوانين التي يتعاملون معها أبطلها. ولذلك قيل في المعجزة كلام آخر: الله سبحانه وتعالى أودع في الأشياء خواصا، فقد أودع في النار الإحراق، فخاصية النار هي الإحراق، وأودع في الماء خاصية، وخاصية الماء هي الاستطراق. فحينما نأتي إلى سيدنا إبراهيم، الله سبحانه وتعالى لم يطفئ النار، لم يقل للملائكة أطفئوا النار، ولكن ظلت النار مشتعلة تصل حرارتها إلى الذين يقفون خارجها. أما بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يعني الذين كانوا يتفرجون على النار، على حادثة إلقاء إبراهيم في النار، ظلت النار بالنسبة إليهم مشتعلة، ولكن بالنسبة لهذا النبي الذي دخلها وظل فيها مدة طويلة قيل أنها أسبوع والنار تستعر. ولذلك حينما خرج إبراهيم عليه من النار سجد له النمرود. وفي الأخبار أن الله سبحانه وتعالى قال: لو سجدها لي لغفرت له. سبحان الله، لأنها سجدة تسليم. كذلك بالنسبة لعصا موسى، الماء خذ الماء وضعه في قنينة وقلب القنينة كيف تشاء، فسيظل الماء مستطرقا، ما يسمى باللغة الفرنسية لوريزونتاليتي، الماء دائما يأخذ هذا الاستطراق. لكن بالنسبة لعصا موسى قال: اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل. تخيل الآن أن الماء يقف ضد قانونه الخاص، وهو قانون للاستطراق. الله الذي خلق القانون قادر على أن يعطل القانون، هؤلاء لم يستطيعوا فهم هذه المسألة. الله الذي خلق القانون قادر على أن يعطل هذا القانون، وكيف يستكثرون هذا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال القائل: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق. العجيب أخي، قبل أن تكمل، العجيب أن الناس يقرؤون في كتاب الله سبحانه وتعالى أن جنيا قال لسيدنا سليمان: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلم يناقشوا المسألة، رغم أن الانتقال كان من بيت المقدس إلى اليمن، والمسافة بينهما تعادل 4000 حتى 5000 كيلومتر. جميل. لكن لم يتشككوا في هذه القضية. ثم أن صاحب الكتاب وقال: الذي بيده علم من الكتاب أنا آتيك به
قبل أن تقوم قبل أن يرتد إليك طرفك، الأخر قبل أن تقوم من مكانك، والأخر قبل أن يرتد إليك طرفك. نعم. ولم يناقش هذه المسألة، رغم أن هذه المسألة فيها خرق لقوانين الفيزياء ولقوانين التسارع ولقوانين الاحتكاك. نعم. ولكنهم حين كان الأمر بالنسبة للمعراج كانت المسألة، لأن الهدف وراءها هو الصلاة وليست الرحلة في السماوات السبع، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. نعم. فضيلة الأستاذ الدكتور حبيب منسي، شكرا جزيلا على هذه الدرر، نراك إن شاء الله في مناسبات أخرى. سأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك هذا العمل يا رب العالمين. شكرا للطالبات والطلبة الحاضرات والحاضرين معي، شكرا جزيلا، شكرا فاطمة الزهراء، شكرا محمد أمين. مشاهدينا الكرام، مشاهداتنا الكريمات، قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أرجو أن تكونوا قد استفدتم معنا، أشكر لكم كرم الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.